هيكون النهارده معانا ترند خاص جدا بالفنانه دنيا سمير غانم. طبعا كلنا عارفين ان دنيا كانت بتمر بظروف صعبه جدا الفتره اللي فاتت بسبب وفاه والدها وكمان والدتها ربنا يرحمهم. بس الحقيقه دنيا ظهرت خلال الايام اللي فاتت بفوتوشوت على صفحتها الخاصه على الانستجرام، وناس كتيره جدا اتفاعلت معاها بشكل ايجابي جدا، خصوصا الناس حست من الفوتوشوت ده ان دنيا ابتدت تتخطى احزانها وتخرج من حاله الحزن الكبير اللي كانت عليها. الجميل ان دنيا نشرت 2 فوتو شوت والاثنين كانوا مع نفس فريق العمل. الستايلست طبعا كانت مايا حداد، الميك اب ارتست دنيا دينا راغب، ومصفف الشعر احمد منير. والمفروض ان دنيا سمير غانم تعود للدراما بمسلسل عالم موازي في رمضان اللي جاي، واللي كان مؤجل من رمضان اللي فات بسبب اصابتها هي ووالدتها بفيروس كورونا. وزي ما قلت لكم الناس كانوا مبسوطين جدا في تعليقاتهم من الخطوه دي ومن عوده دنيا مره ثانيه لجمهورها اللي بيحبها جدا وكل افراد اسرتها اللي ياما قدموا اعمال فنية أسعدت ناس كتيرة جداً.